القديسة مريم هي قدوة لنا بحسب ما انكتب عنا بالكتاب المقدس، مفروض تكون قدوة لك. يعني إذا شي مرة قريت عن القديسة مريم أنه كانت حاملة تمثال للنبي موسى أو النبي إيليا وعم بتجول فيهم وتكب زهر عليهم وتكرم التمثال، بركي تفكر تعمل مثلها وتحمل تمثال للقديسة مريم. إذا شي مرة قريت عن القديسة مريم أنه كانت تقدم الصلاة والترتير والعبادة والبخور للأنبياء والقديسين، بركي تفكر تعمل مثلها. بس القديسة مريم أكيد ما كانت تعملهم، لأنه كانت خاضعة لوصايا الرب. كلمة الرب واضحة أنه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وكلمة الرب ووصاياه واضحة من ناحية التماثيل والصور. فالأمور اللي أنت عم تمارسها اليوم هيدي أمور دخلت خلال التاريخ للكنيسة من الوثنية، ما لها علاقة بالكتاب المقدس. في أشخاص بعدوا عن الكتاب المقدس وفوتوا هالأمور على الكنيسة. والأمور اللي أنت مفكر حالك عم بتكرم الله فيها وعم بتكرم القديسة مريم فيها، أنت بالحقيقة عم بتهين الله فيها. ولو كانت القديسة مريم موجودة أكيد ما بتقبل أنك تعملها. وإذا أنت اليوم بدك تعيش بحسب مشيئة الرب، بدك تترك هيدي الممارسات يلي ما لها علاقة بالكتاب المقدس وتشبه بالقديسة مريم وعيش بحسب وصايا الرب. هيدي الضمانة الوحيدة أنك أنت تكون برضا الرب، وإلا إلهنا يوما ما رح يدين كل إنسان بحسب وصاياه وكلمته، مش بحسب ممارسات إجت من تعاليم بشرية ودخلت إلى الكنيسة. فكر فيها، وهيدي فرصة للتغيير.